السعادة على كل مشاهدينا مشاهدي برنامج حديث الشارع في كل مكان، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج. قضيتنا النهاردة مثيرة للجدل وأثارت يعني الرأي العام كله. النهاردة معانا مقاول قتل مراته وبنته. خلونا نتعرف أكتر على تفاصيل الواقعة من الصحفي طه هاشم، الصحفي بالبوابة نيوز. ألو ألو، أستاذ طه، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا استاذ سميح؟ الحمد لله. قول لي تفاصيل الواقعة وازاي حصلت الجريمة ديت يا استاذ طه. والله الجريمة كانت جريمة بشعة، واقعة مأساوية. بدأت يوم الأحد الماضي فجرا، بدأت الساعة 5 الفجر عندما استيقظ طفل اسمه أدهم، عنده 9 سنين. أدهم ده مين يا فندم؟ أدهم ده نجل الضحية. ابنه؟ لا، مش نجل المقاول اللي قتل مراته وانتحر. ابن السيدة المتوفية. يعني هي السيدة المتوفية مش كانت مراته؟ كانت متجوزة قبل يعني هي المطار. كانت متجوزة حد تاني. تمام. ومعاها طفل اسمه ادم عنده 9 سنين، بس كان عايش مع والدته وجوزها التاني تمام اللي هو المقاول اللي انتحر، تمام اللي اسمه اشرف صالح. تمام. المهم هو صحي الساعة 5 الفجر، وجد والدته مشنوقة بكوفية في الصالة، مشنوقة وكانت بكوفية. بترتد الطفل وكانت ده عنده بترتد كام سنة يا أستاذ طه؟ الطفل ده عنده 9 سنين. 9 سنين. تمام. استغاث أول ما لقى والدته متوفية، وكان أول ما لقى والدته مشنوقة هو افتكرها عندها غيبوبة سكر، فجاب في جاب مية فدلق المية على وشها، بس ما استيقظتش. الطفل استغاث بالجيران، واحد من الجيران تصادف في الوقت ده انه كان نازل يشتري سجاير، فسمع صوت استغاثة الطفل، خبط على الباب، الطفل فتح له لانه الباب كان مقفول من جوه. تمام. اول ما شاف المنظر ده حاول يفوق برضه السيدة ايمان محمد، ما فاقتش، راح نزل تحت يقول للبواب بحيث يطلب له سيارة اسعاف. تمام. لما نزل وهو نازل قابل البواب، فبيبصوا في المنور لقوا جثة المقاول، ولقوا الطفلة الرضيعة عندها 7 شهور اسمها نجوى بنته. يعني المقاول وبنته كانوا في المنور، معنى كده ان هو رمى نفسه هو والبنت. هو رمى البنت وبعد كده رمى نفسه. تمام. طيب تمام. اخر التحقيقات وصلت لفين؟ هي اخر التحقيقات دلت ان الواقعة انه المقاول مديون، واقدم على قتل زوجته قنقن، ثم حذف الطفلة من شرفة المنور وانتحر وراها. كما تمام. دلت برضه تحريات الاجهزة الامنية اثبتت انه المقاول ده كان بيسكن في منطقة المرج قبل ما ينقل من سنتين على منطقة حدائق القبة، وانه تمام. خلال ال10 سنين اللي فاتت دي عمل شركة مقاولات واخد فلوس من الناس حوالي 31 مليون جنيه عشان يستثمرها في الاستثمار العقاري مقابل ارباح شهريه، لكن عجز عن سداد تلك الاموال. ونظرا لانه هو راجل سمعته كويسه وكده، الناس وافقت انها تجدول الفلوس دي مقابل انه يمضي لهم على وصولات امانه. تمام. لم مضى لهم على وصولات الامانه دي، فكانت جزء من كبير من المبلغ المستحق الدفع كان قبل ما هو ينتحر بيوم، يعني كان يوم هو انتحر يوم الاحد، كان المفروض يدفع جزء كبير من المبلغ ده يوم الاثنين. تمام. بشكر حضرتك جدا استاذ طه هاشم، تحياتي لحضرتك. معايا دلوقتي الضيف استاذ دكتور عبد الباري الصياد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. أهلاً حضرتك وسهلاً. سمعت الواقعه، انا عايزه اعرف تعقيب حضرتك القانوني على هذه الواقعه، وازاي يعني احنا شفنا كتير من سنتين تقريبا نفس الواقعه ديت، الديون بتسبب ان رب الاسره بيقتل الاسره بالكامل وبعدين يموت نفسه. الظاهره ديت انتشرت كتير جدا وسمعنا عنها كتير، حلل في الحقيقه الجريمه دي بشعه وفظيعه، وفعلا منتشره بشكل كبير في المجتمع المصري. وانا بعتقد ان مثل هذه الجرائم غريبه على المجتمع المصري. المشاكل الاقتصادية مع عوامل نفسية أخرى بتتداخل بتفضي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم. تمام. فمثل هذه الواقعة، المتهم المجني عليه وفي نفس الوقت متهم أو المنتحر قرر أنه يتخلص من نفسه ومن أسرته جميعا، ظنا منه من أنه هو تخلص من كل هذه الأعباء المالية اللي على عاتقه والديون اللي كان
مدان بها بالنسبة للمستثمرين أو طب بالنسبة للواقع. أطفاله ذنبهم إيه؟ مراته ذنبها إيه؟ يعني أنا شايف إن هما يعني رب الأسرة كده بيظلم عيلته بالكامل، يعني ظلمهم دنيا وحرامهم، حرامهم من الدنيا كمان، ظلمهم في الآخرة، يعني ذنبهم إيه يعني؟ أنا ما هي الحالة الإجرامية أو الحالة الانفعالية الإجرامية؟ ممكن يكون هو كان في حالة في ضغوط نفسية صعبة، فقرر إنه يتخلص من كل اللي حواليه ظنا منه من هو تحلل من هذه الأعباء. طبعا مثل هذه الجرائم بتنطوي على، واضح إنه برضه كان واخد فترة كبيرة قبلها إنه كان بيفكر وبيتدبر قبل ارتكاب هذه الجريمة، لأن نظرا إنها جريمة بشعة فعلا، حتى في طريقة الارتكاب نفسها اللي عن طريق الخنقة وعن طريق إنه رمى بنته من فوق. فالمفروض يكون الناس يا ريت تفكر بشكل أكثر عقلانية من كده، بمعنى إن الجريمة وليدة عوامل متعددة وظروف محددة، تداخلت هذه العوامل وتداخلت هذه الظروف سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية وأفضت إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة. هي فعلا جريمة بشعة بكل ما تحتمله هذه الكلمة من معاني. طب رأي القانون هنا بيكون إيه؟ يعني هو قتلهم وانتحر، مين اللي هيعاقب هنا؟ هو الوصف القانوني لهذه الواقعة، أولا هي متوافرة فيها كل أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، ولكن هنا في مشكلة إن المتهم هو نفسه المجني عليه، بمعنى إن هو ارتكب واقع أو ارتكب الجريمة وبعد كده هو راح تخلص من نفسه وتخلص أو أعدم نفسه وأعدم أسرته. ففي مثل هذه الحالة مفيش دعوة جنائية أصلا، أو النيابة العامة هتأمر بحفظ الأوراق أو بحفظ الدعوة. مفيش جاني خلاص ظلم نفسه لوفاة المتهم. تمام. لوفاة المتهم. طيب هنا شهادة الشهود بتكون كافية؟ شهادة الشهود أو التقدير تقرير كفاية الدليل من عدمه، دي مسألة تقديرية بيستقل بها قاضي الموضوع. يعني ما نقدرش نقول إن شهادة الشهود كافية أو التقارير الفنية، تقارير المعمل الجنائي أو غيره كافية لحفظ القضية أو في إدانة أو في براءة. فالمسألة تقدير الدليل كفايته من عدمه دي مسألة تقديرية بتخضع لتقدير قاضي الموضوع. في قانون بيوضح يعني العلاقة بين الدائن والمدين؟ العلاقة بين الدائن والمدين بيحكمها القانون المدني أو طبقا لطبيعة العلاقة التجارية اللي بين الطرفين. يعني في مثل هذه الحالة العلاقة اللي بين المتوفي أو المنتحر والدائنين لي علاقة يحكمها القانون الجنائي، بمعنى أن في إيصالات أمانة وفي سندات هو حررها قبل وفاته، ففي هنا في مسؤولية جنائية تقع لو كان عايش، يعني تقع على عاتقه. دائما إيصالات الأمانة بتبقى تهم تبديد، تهم تبديد وخيانة الأمانة. تمام. ففي مثل هذه الواقعة المسؤولية الجنائية، المسؤولية الجنائية بتكون يعني كده تحفظ القضية. طيب أنا عايزة أعرف الناس اللي ليهم فلوس هنا هياخدوا حقهم من مين أو إزاي ولا كده؟ هو لو كان توفى وكان ترك تركة سواء كان مال منقولا أو في صورة عقار أو في صورة أموال سائلة، طبعا هيبقى ليه ورثة. تمام. ففي مبدأ في القانون، في قانون المواريث المصري، لا تركة إلا بعد سداد الديون، يعني لا تقسم هذه التركة إلا بعد سداد هذه الديون. تمام. طبقا للمستندات أو للمحرر اللي موجود مع هؤلاء الدائنين. لو في تركة كان يعني أكيد كان سدد بها ديونه. ممكن يكون في أصول مع أمر غامض، طالما ما فيش معلومة فإحنا بتبقى أي إجابة افتراضية. حضرتك مستشار في التحكيم الدولي، تمام؟ أنا عايزة أعرف يعني إيه تحكيم دولي. التحكيم الدولي الانترناشونال أربيتريشن هو عبارة عن طريق بديل للقضاء العادي بيقوم على نظر النزاع وإصدار حكم نهائي غير قابل للطعن. ده التعريف البسيط للتحكيم الدولي عموما. تمام. التحكيم الدولي في الغالب بيبدأ باتفاق، ممكن يكون الاتفاق ده سابق لقيام النزاع في صورة شرط تحكيم ويزيل به العقد، وممكن يكون معاصر لقيام النزاع أو بعد قيام النزاع ويسمى مشارطة التحكيم، وممكن يكون أثناء المراسلات اللي كانت متبادلة بين الطرفين يفهم منها ضمنا أن في هناك نية للجوء لمثل هذه الطريقة البديلة للقضاء العادي. ده تلخيص شديد تعريف التحكيم. مين اللي يقدر يعني يكون معاه أو يحصل على كارنيه أنه محكم دولي؟ حقيقة الأمر هو في لغط كبير في مصر
بعد تقريبا 2010 بخصوص موضوع الايديهات وموضوع الكرنيهات اللي اصبحت منتشره مع عامه الناس. في حاجه لازم نعرفها، ان التحكيم الدولي او اللي يميز التحكيم الدولي عن القضاء العادي فكره التخصص، بمعنى ان القضاء العادي لابد ان يكون حاصلا على لصنص الحقوق، او القاضي اللي بيعين في القضاء العادي لابد ان يكون حاصلا على لصنص الحقوق او ما يعادله بالنسبه للشريعه والقانون او غيره. انما التحكيم لا، التحكيم بيقوم على مبدا التخصص، يعني ممكن يكون مهندس، ممكن يكون طبيب، ممكن يكون محامي، ممكن يكون حاصل على بكالوريوس تجاره، محاسب، يعني فيقوم على مبدا التخصص. يعني انا اقصد يعني او عايز اعقب على حضرتك، ازاي مهندس يبقى معاه تحكيم دولي؟ هيبقى محكم في التخصص الخاص به في المنازعات الهندسيه، لانه اقدر على غيره في اصدار احكام مثل دي. بمعنى القاضي لما بيعرض عليه موضوع في مشاكل هندسيه بيعمل ايه؟ بيحيل الدعوه او بيحيل القضيه برمتها لقلم الخبراء، بيصدر تقارير وبيقول الراي الفني في مثل هذه الدعوه. طيب التحكيم لا، بيوفر الميزه دي، لانه بيبقى المهندس هو القادر على غيره في فهم هذه الادله الفنيه واصدار الاحكام اللي بتبقى منبثقه على الخبره السابقه في مثل هذه الدعاوى وفي مثل هذه العلوم. كيفية تنفيذ أحكامه والاستفادة منه، احنا بنستفيد منه ازاي وايه؟ يعني احنا سمعنا عن التحكيم الدولي مؤخرا، فانا عايزة افهم الناس برضو ازاي بنستفيد من التحكيم الدولي ده. اولا التحكيم الدولي بيحكمه في مصر القانون رقم 27 لسنة 1994 خاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية. تمام. اولا يجب الاول نحدد ما هي الدعاوى التي يجوز فيها اللجوء للتحكيم وما هي الدعاوى التي لا يجوز فيها اللجوء للتحكيم. تمام. الدعاوى التي يجوز فيها اللجوء للتحكيم هي جميع القوانين المكملة، منها المدنية والتجارية وجميع القوانين الخاصة زي قوانين العمل وغيرها من القوانين الخاصة اللي بتنظم أعمال معينة. تمام. أما القوانين الملزمة اللي منها على سبيل المثال القانون الجنائي لا يجوز اللجوء فيها للتحكيم. تمام. لأنها قوانين ملزمة، لأن في الدعوى الجنائية مثلا اللي بتتولى إقامة الدعوى الجنائية هي النيابة العامة، لأن هي الأمينة على الدعوى الجنائية. ولكن في هناك بعض القضايا أو هناك بعض الجرائم بيبقى منبثق منها الدعاء بالحق المدني، يجوز في هذه الحالة أن تبرم مشارطة ما بين أهلية مثلا المجني عليه وبين المتسبب أو بين المتهم في اللجوء للتحكيم في الشق ده من الدعوة. لكن الشق الجنائي هي اللي بتتولاه النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوة الجنائية وإقامة الدعوة العمومية. تمام. طب حضرتك أثرت موضوع مهم جدا ومنتشر برضو في هذه الأيام، بنشوف ناس لسه أو طلاب لسه في الجامعة وبيحصلوا أو بيدوا نفسهم لقب ما، مثل الدكتور، زي المستشار، زي الإعلامي، زي مثلا المهندس، وهو لا يحصل على أي شهادة تدل على ذلك. مفيش قانون وضع للحد من هذه الظاهرة والأيديهات كمان اللي بتتعمل؟ والله هو ده انتحل صفة. انتحل صفة. كلمة مستشار لازم برضو نسمي الأشياء بمسمياتها ونحدد مفاهيمها. كلمة مستشار في التحكيم دي أقل درجة في التحكيم. حقيقة الصفة أو حقيقة الوصف محكم مش مستشار. كلمة مستشار أو استشاري يعني مستشار في أمور معينة، ما بيبقاش بيصدر قرارات ملزمة غير المحكم. المحكم ده قاضي حر أو قاضي اتفاقي بناء على اتفاق الطرفين. أوكي. ولكن سياسات المراكز اللي بتطلع الأيديهات المفبركة واللي بتطلع الورق المزور أو اللفظ الدارج المضروب، أعتقد أن يجب على الدولة أنها تحد من انتشار هذه الظاهرة. تمام. ده بينتحل صفة وبيستخدموها في نصب وفي احتيال. في قانون وضع للحد من هذه الظاهرة؟ وفي موجود في قانون العقوبات. موجود في قانون العقوبات، مش محتاج لقانون خاص أنه بينتحل صفة. يعني اتكلمنا باستفاضة عن القانون ده، قانون انتحال الصفة. انتحال الصفة بيترتب عليها في حد ذاتها هي جنحة. إذا ترتب عليها الإضرار بمصالح الغير، يعني استغل انتحال هذه الصفة في أنه قبض مبالغ مالية من المجني عليهم أو من الناس، أو استغل انتحال الصفة في القيام ببعض الأعمال المعينة استفاد منها هو، استولى على أراضي مثلا، أو
خد فلوس بحكم الكرنيه اللي معاه او انت بحكم الكرنيه اللي معاه. هو كده هيتعزق يعني، هو عامل الكرنيه ليه؟ عشان يتمتع بالثقه بالنسبه للناس، بالنسبه للناس المخاطبين باللي بيعمله. تمام. فالقانون شدد العقاب في الحاله دي اذا ترتب عليه اضرارا عمديا، اذا ترتب عليه اضرارا عمديا بالنظام العام. كرنيهات التحكيم الدولي معتمده؟ مش كلها. في التحكيم الدولي المشكله في مصر ان ما في ملهوش، او التحكيم الدولي يعني يعتبر قضاء اتفاقي او مبني على مبدا النون ستيت اكتورز، يعني غالبيته منظمات غير رسميه. ولكن في مصر في دايره في وزاره العدل هي دايره التحكيم الدولي، دي المنظمه الرسميه الوحيده اللي في مصر. وفي هناك بعض المراكز المعتمده، منها مثلا على سبيل المثال مركزنا المركز العالمي معتمد من محكمه لندن العليا، في مثلا على سبيل المثال مركز القاهرة الإقليمي، ده هو مركز تحكيم دولي كان على مستوى أفريقيا وعلى مستوى العالم العربي. فغالبية باقي المراكز بيعملوا شركة وبعد كده بيعملوا كورسات وبيعملوا دورات تحت بند تنمية بشرية، والناس بتفرح بقى بكلمة كارنيه ومستشار وشهادة والكلام زي، لكن ده كله كلام ليس له أساس من الصحة. يعني ويجب على المتدرب أو اللي عاوز يدرس هذا الأمر، يعني التحكيم مثلا ما يجوزش انه هيمارس التحكيم او انه يمسك دعوه، ملف دعوه تحكيميه، الا بعد ما يمر بكافه المراحل التدريبيه للحصول على مثل هذه الصفه. هم سبع ليفلات، والليفل الاخير بيكون عباره عن لغه، عباره عن بيتعلم ازاي يعمل بروتوكول، ازاي ينظر الدعوه، طريقه تناوله ليها، طريقه تسبيب الاحكام، وكافه اللي هي مراحل الدعوه التحكيميه. ولكن الامر بالشكل الفوضوي ده هو اللي عامل البلبله، وبالعكس ده أضر التحكيم في مصر مش فاده، ما فادوش. يعني فين المراكز التحكيمية اللي في مصر اللي بتنظر دعاوى دولية مقامعة مثلا على دولة مصر؟ تمام. غالبية المنازعات اللي مصر بيبقى فيها تبقى فيها محتكمة أو محتكم ضدها بيبقى كلها في الخارج، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا، في المراكز الأجنبية. لكن كثرة هذه المراكز أفادت التحكيم بإيه؟ تمام. كل التطورات اللي وصلت لها والجديد في حكاية التحكيم الدولي. المركز العالمي احنا بنقوم بجميع اعمال التحكيم بكافه انواعه، سواء اذا كان تحكيم عادي، تحكيم فردي، تحكيم مؤسسي، تحكيم الكتروني. في الفتره الاخيره ابربنا صفقه وبروتوكول مع شركه شيرمي السعوديه، ده تعاون متبادل ما بيننا وما بين دوله السعوديه. البروجكت ده كان يعني اتخذ فتره حوالي 3 سنوات دراسه مستفيضه، بحيث ان احنا ندمج الامور الالكترونيه الاليه للتحكيم، بحيث ان احنا نوفره ونسهله الى كافه الناس، لان التحكيم هيعالج مشاكل ضخمه وكبيره ومتجذره في القضاء إيه؟ العادي، منها التباطؤ في نظر الدعوه. معنى التباطؤ علشان المشاهدين يفهموه؟ التباطؤ يعني ان الدعوه بتاخد بالعشر سنين والخمس سنين والست سنين. ده بيأثر على اولا استقرار الحق وعدم وصوله لصاحبه، تالت حاجه ارتفاع التكلفه، وبرضه بيشكل عبء على الدولة في تنفيذ الأحكام. ولكن التحكيم على خلاف هذا تماما، يعني مثلا في شرط التحكيم أو في اتفاق التحكيم يجوز للطرفين أنهم يتفقوا على المدة المحددة اللي يبتدي فيها التحكيم لحد صدور حكم نهائي فيها. ممكن شهر، ممكن 3 أشهر، القانون المصري حددها بسنة، فيما لا يتجاوز سنة. إحنا محتاجين نحدد نطاق زمني معين لجميع الدعاوى علشان نعمل سهولة ومرونة. يعني فرنسا قضت على ظاهر التباطؤ التقاضي بالتحكيم الدولي، في بعض الدول استغلت التحكيم الدولي كحافز من حوافز الاستثمار داخلها، مثال ذلك تركيا، قطر، ماليزيا بتحقق 30 مليار دولار سنويا من التحكيم الدولي. ما شاء الله. ما شاء الله. فإحنا يجب أن إحنا ننظر للأمر بشكل أكثر جدية. فعملنا المنصة بتقدم خدمة التدريب أونلاين بشكل آلي سريع جدا، بداية من المرحلة التمهيدية حتى المرحلة الاحترافية والمرحلة المهنية. وبتقدم كمان في حاجة احنا المركز العالمي مميز بها. أي حد يقدم فيها؟ نعم. أي حد يقدم لا في شروط طبعا. في شروط كتير. لابد أن يكون أولا حاصل على مؤهل عالي، ثانيا ما يكونش حكم عليه في إحدى الجنايات أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، ولازم يكون عنده لغة ويكون يتمتع بلباقة وبحسن مظهر، علشان ده يعني احنا بنعمل البنية. نعم. كم لغة يكون معاكم؟ لغة على الأقل اللغة الإنجليزية. تمام. على الأقل حتى عشان يستطيع انه يطلع على كل جميع المؤلفات وجميع
الاعمال المستحدثه في التحكيم، لان غالبيتها اجنبيه مش مصريه. تمام. مصر التحكيم قتل فيها بحثا، ولكن في الواقع ليه من وجهة نظرك؟ نعم ليه قتل فيها بحثا؟ يعني الجامعات تقريبا ما فيش موضوع في التحكيم ما اتخذتش فيه رسالتين وثلاثه واربعه دكتوراه وماجستير، ولكن المشكله عندنا حيز التطبيق. الناس محتاجين ان احنا نوعي الناس، محتاجين ان احنا نثقف الناس بمثل هذه الاليه وهذا الطريق البديل اللي هيسهل عليه كتير، هيسهل عليه كتير قوي. يعني بالنسبه مثلا للاحكام بتاعه التحكيم، يعني احكام التحكيم نهائيه بتولد نهائيه. يعني احنا في القضاء العادي بنقيم دعوه، مثلا دعوه مدنيه، بنحصل على حكم ابتدائي خلال 40 يوم، في حاجه اسمها استئناف، والاستئناف بينقل الدعوه بالحاله التي كانت عليها باول درجه، بيلغي الحكم الاولاني، بعد كده بنبتدي نعيد نظر الدعوه ثاني من جديد، بعد كده نخش في منازعات التنفيذ، وهكذا وهكذا. التحكيم ما فيهوش الكلام ده، حكم التحكيم حكم انتهائي، بعد كده بيقدم طلب، نقعد نستنى 90 يوم لمده دعوه البطلان، وبنعلن الطرف الاخر بصدور الحكم. عايز من حضرتك كلمه اخيره علشان وقت حلقتنا انتهى. والله انا اتمنى ان التحكيم ينتشر، وان الناس تنتبه لجميع المراكز وجميع الاماكن الوهميه اللي بتستغل بيع هذه الصفات. وبطلب برضو من الدولة أن تهتم أكثر بالتحكيم، هو المستقبل. تمام. هو المستقبل، هو المستقبل، هو المستقبل، هو المستقبل. إن شاء الله لينا حلقات تانية إن شاء الله. يعني سعيد بحضرتك. كنت شكرا. سعيدة بيك جدا، والحمد لله استفدنا كثير من الدكتور. كنت سعيدة بحضرتك. شكرا. جدا شكرا. دمتم في رعاية الله وأمنه. كان معكم سميحة صلاح في برنامج حديث الشارع.